خوتي خواتاتي، كنعرفوا على ان كورونا مرض صعيب وصعيب بزاف. باش نتجاوزوا هاد المحنه هذه اللي حنا فيها، خصنا نجلسوا في ديورنا. جلسي في دارك لاله، جلسوا في دارك سيدي، جلسوا في ديوركم، وخليوا هاد الايام اللي جايه تدوز على خير ان شاء الله. حنا ما محتاجينكمش تكونوا على برا، محتاجينكم تكونوا لداخل باش نحدوا من هاد الوباء، نتغلبوا عليه ان شاء الله. يد في يد غادي نتغلبوا عليه. هاد الوباء كيطلب فقط منا اننا نلتزموا ونجلسوا في ديورنا. الوقايه ضروريه، نغسلوا يدينا مزيان، ما نصافحوش، ما نسلموش، ما تسلمي عليا ما نسلم عليك، هكذا غادي نحميو بلادنا. ما تبوسيني ما نبوسك، ما تعنقني ما نعنقك، خلينا نجلسو في ديورنا. كل واحد يشد عائلته ويحاول على عائلته. حاولي على امك واخا ما تمشيش لعندها، حاولي على باك واخا ما تمشيش لعندو، نحاولوا على خوتنا، نحاولوا على جيراننا، نحاولوا على كاع الناس اللي عزيزين علينا. ملي غنجلسوا في ديورنا غنحاولوا على هاد الناس كاملين اللي حنا محتاجينهم. من بعد حنا محتاجينكم، محتاجينكم بيان سور باش نزيدوا للقدام، محتاجينكم باش نحميو بلادنا. هاد الامر خطير، ما خصناش نستهنوا بهاد الوباء هذا. هاد الوباء فتاك، الا خرجنا من دارنا فغادي ناخذ نجيبوا، يا اما نجيبوا العدوى يا اما ننقلوا العدوى. اذا كلنا نجلسوا في ديورنا. جلسي في دارك لاله، جلس في دارك سيدي، جلسوا في ديورنا، ومن ديورنا غادي نعاونوا بلادنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.